مشاهدينا من القاهرة ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي السوداني الدكتور خالد التيجاني. أهلا بك معنا دكتور خالد. يعني سحابة استثنائية تقريبا جاءت على شرق السودان، لم تكن هناك أي تحذيرات من هيئة الأرصاد، خصوصا أن الحكومة تتواجد في الشرق، يعني مفترض بأنها تكون مؤمنة بشكل كافي حتى من الأمطار. أهلا ومرحبا تهاني. في تقدير يعني هذه المأساة الطبيعية أضافت للأزمة الإنسانية الكارثية في السودان نتيجة للحرب وتبعاتها. من المؤكد يعني أن مثل هذه الكوارث الإنسانية عادة في السودان ظلت تتكرر يعني، ولكن بالتأكيد حتى في قبل الحرب نفسها لم تكن السلطات السودانية عموما مؤهلة بدرجة كافية لاحتواء آثار هذه الفيضانات الموسمية. وكذلك طبعا هذه المنطقة أيضا تشهد تقلبات مناخية، من الصعب القول أن هناك تغير مناخي حتى الآن حسب ما يقول الخبراء، ولكن هناك تقلبات، وبالتالي الآن حصل انتقال للفاصل المداري الشمالي، وبالتالي كل هذه الوضع بما فيها منطقة البحر الأحمر هذا غير هو موسم الأمطار عادة فيها، وبالتالي في تقدير أن الحكومة السودانية يعني ليس لها التأهيل الكافي على الأقل الآن في ظل الحرب وضعها الراهن في التنبؤ، حتى لو كانت تنبأت لا تملك الموارد والإمكانات الكامل سواء كان من ناحية فنية أو مادية لتدارك مثل هذه الأمر، وبالتالي هذا كان يستدعي أن يكون هناك يعني تدخل دولي سريع يسارع يعالي يعني يساعد في معارضة هذه القضية. طيب نحن نتحدث عن 50 قرية تقريبا دمرت بشكل جزئي و20 قرية اختفت بمن عليها، هل هناك تحركات عاجلة من الحكومة السودانية بطلب المساعدة الدولية أم حتى الآن الاعتماد على الأدوات البسيطة المحلية؟ من الواضح حتى الآن الحكومة تعتمد على يعني مواردها المحلية، شهدنا هذه المسارعة من مركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم يد العون، ولكن للأسف الشديد كما سمعنا من المتحدث في الأمم المتحدة جان دوريك يعني فقط يصف الوضع لكن لم يقل ماذا يمكن أن يحدث، وبالتالي هذا يتطلب حقيقة تدخل دولي عاجل خاصة مع كثرة الحديث عن الأوضاع الإنسانية المتردية في السودان، وبالتالي هذا يحتاج إلى استجابة عاجلة لن تستطيع السلطات بقدراتها المحلية فقط. هو يحدث عن أن هناك فرق فنية مشتركة مع الحكومة تحاول تغييم الوضع، ولكن حقيقة هذا الأمر مستعجل للغاية، لا يعني ينفع معه المحاولات البيروقراطية في التعامل مع هذه الكارثة، وبالتالي يحتاج إلى يعني مسارعة، وشهدنا في مناطق كثيرة جدا من العالم عندما تشهد مثل هذه الكوارث يحدث مساعدات تأتي سريعا، ولكن نشهد هذا التأخر في المساعدات حتى الآن يعني، وبالتالي إذا كان هناك تدخل سريع كما حصل بالنسبة لمركز الملك سلمان هذا قد يساعد في تدارك هذا الوضع ومعاريته بقدر الإمكان. طيب الذي أدى إلى هذه الكارثة هو انهيار سد أربعات، يعني كثير من السدود وسد درنة على سبيل المثال يعني العام الماضي الذي انهار وأحدث كارثة كبيرة في درنة. من المفترض أن تكون هناك مراجعة لوضع السدود في دول كالسودان متتواجد في نفس القارة، هل أقدموا على ذلك أم انهيار السد هو بسبب الفساد وبسبب عدم المتابعة للحالة التقنية له؟ هو سد يعني سد أربعات ليس هو سدا تقنيا يعني معقدا، خاصة مع الطبيعة الأمطار في هذه المنطقة، ولكن بالتأكيد يعني هذه كارثة طبيعية غير طبيعية في وضع غير طبيعي، وبالتالي لا أعتقد بدو الموضوع بمثلة فساد أو غيرها، ولكن التوقعات المناخية نفسها لم تكن كافية. وأريد أن أشير إلى مثلا أكثر خطورة الآن من هذا، الآن أثيوبيا أعلنت اكتمال سد النهضة وأنها ستفتح بعض أبواب الخزان، وبالتالي سيكون هناك المزيد من المياه التي يعني ستجري في نهر النيل، وهذا ايضا يعني يفاقم من هذا الوضع، وبالتالي هناك تعقيدات كثيره، وبالتالي لا اعتقد انه مهما كان الحكومه حتى في ظل ظرف طبيعي ان تتدارك هذه المساله، لذلك اعتقد ان هناك حاجه لتدخل دولي عاجل يخلل من هذه الفاجعه بقدر الامكان، مع الاشاره ان هذا الوضع ليس فقط في البحر الاحمر، ايضا معظم شمال السودان، وهذه ايضا يعني يشهد يعني امطار غير طبيعيه وفيضانات غير طبيعيه، وبالتالي هذه اعتقد ستفوق قدرات الحكومه مهما اجتهدت او مهما حاولت لمعارضه هذه القضيه. طيب لماذا نفيت بان يكون هناك فساد ادى الى انهيار سد اربعات؟ اذا كانت هناك متابعه دوريه يعني على الاقل لا تصل الكارثه الى هذا الحد. عندما تكون هناك كوارث طبيعية من الصعب يعني القول، يعني حتى الآن في منطقة شمال السودان لا توجد سدود، يعني توجد سدود أخرى ولكن لم تنهار، يعني بمعنى أنه يعني الغرض من ذلك لا أعتقد أنه هناك مسألة تتعلق بحديث عن فساد. ربما البحر الأحمر عموما يعاني من مشاكل في المياه، هذه المنطقة الأساسية لتوفير المياه لبور السودان على وجه الخصوص، وهي إشكال يعني ظل لفترات طويلة جدا. ربما الإشكال ليس هو في سد أربعات، إنما أن الحكومات السودانية خاصة في 30 سنة الماضية لا
لم تسارع إلى معالجة هذه القضية بصورة أساسية، لأنها تتعلق بتوفير مياه الشرب بصورة أساسية لمنطقة أو ولاية البحر الأحمر. وبالتالي أعتقد المشكلة هي أكثر من الفساد، إنما هناك إهمال حكومي في عدم يعني معارض هذه القضية التي ظلت لسنوات طويلة. نعم. وكان هناك دائما حديث كثير عن معارض هذه القضية ولكن لم تحدث يعني. وبالتالي هذه الآن أتت، وبالتالي هذه المأساة وزادت يعني من هذه المأساة التي يواجهها إنسان البحر الأحمر. طيب، هناك حديث أيضا عن سحابة استوائية ربما تمر بالمنطقة، هل هناك ممكن أي احتياطات يتم الأخذ بها من الحكومة إلى أن يتم هناك تدخل ومساعدة دولية؟ أخشى أن أقول أن الحكومة لا تملك الكثير تقدمه في ظل الظرف الحادث الواضح الراهن الآن. مؤسسات الدولة فعليا يعني لا تعمل بكفاءة كاملة أو حتى بأدنى كفاءتها، وبالتالي يعني لا أعتقد أنها توفر لديها سوى القدرات الفنية أو القدرات المادية يعني معارض أو احتواء هذه المسألة. وبالتالي التدخل الدولي الإنساني العاجل حقيقة هو الوحيد الذي يمكن أن يسهم في تخفيف، خاصة أن هذه المسألة تحتاج إلى يعني معينات تقنية قد لا تتوفر السلطات حتى في ظل ظروف عادية. وبالتالي أعتقد الحكومة السودانية وحدها لن تستطيع احتواء هذه الأزمة في الوقت الراهن. يعني غرق أكثر عدد كبير من القرى، أو هذا التدني للوضع البيئي الآن بسبب هذه الظروف الاستثنائية، هل ممكن أن يكون لها أي انعكاسات على الصراع من وجهة نظرك؟ والله للأسف طبعا الصراع هو فاقم الأزمة، ونتيجة أن هناك نزوح كبير جدا يعني 10 مليون نازح في السودان معظمهم اتجهوا إلى البحر الأحمر وإلى شمال السودان في المناطق الأخرى، وبالتالي هناك كثافة سكانية غير معتادة نتيجة لنزوح حوالي 8 أو 10 مليون نازح. وبالتالي هذا يعني يعقد حقيقة من محاولة تدارك هذه الأزمة، خاصة إذا يعني كما ذكرتم في التقرير وزير الصحة أعلن عن وجود كوليرا في بعض الولايات، بالتأكيد هذه الفيضانات ستجعل بيئة صحية غير مواتية، هذا أيضا يشكل خطر أكبر. وبالتالي من ناحية الكثافة السكانية، عدم توفر الإمكانات الحقيقية، عدم توفر يعني مؤسسات حكومية قادرة على الاستجابة لهذا التحدي، كلها حقيقة تمثل مخاطر حقيقية على النازحين وعلى السكان الأصليين لهذه المناطق. شكرا الكاتب والمحلل السياسي من القاهرة الدكتور خالد التيجاني.